بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، كنرحب بك وكندعوك أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. وبالنسبة للمتتبعين الأوفياء كنزيد نطلب منكم أنكم تزيدوا تبارطاجيو القناة مع الأصدقاء والصديقات ديالكم دائما في إطار منهل النشاط العلمي بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، الوحدة الخامسة الكهرومغناطيسية، وبالضبط الحصة الثانية المغناطيس الكهربائي إلكترو إيم. ستخبين. دونك الهدفان من هذا الدرس وهو اكتشاف المجال المغناطيسي للتيار الكهربائي، نكتشف هذا المجال المغناطيسي وكذلك نتعرف المغناطيس الكهربائي، كيف يتم تركيب المغناطيس الكهربائي. اذا كما دائما كنبداو بصوره الانطلاق اللي هي هذه، وكذلك الوضعيه اللي كاينه هنا في الاحظ. الصوره ديال الانطلاق كنلاحظوا فيها مغناطيس كهربائي يحمل اجساما حديديه. اذا هنا عندنا مغناطيس، المغناطيس كيهز واحد الاجسام حديديه، ممكن السلوكة، ممكن الحديد إلى غير ذلك، إذن أجسام حديدية. نقرأ هذا ألاحظ، إذن زار أمين أحد مصانع الحديد، إذن أمين زار مصانع للحديد، وثار انتباهه بأن الرافعة تجذب قطع الحديد وتنقلها إلى مكان آخر. وشنو ثار الانتباه ديالو؟ بأن واحد الرافعة كتهز مثلاً الأجهزة أو الآلات، تجذب قطع الحديد، كتجذب واحد القطع ديال الحديد مفهوم، وتنقلها إلى مكان آخر. داك القطع ديال الحديد كتجذبها مثلا من بلاصة وكتديها لبلاصة واحدة أخرى، ثم تسقط القطعة منها. حينها خالجت أمين عدة أسئلة، يعني بدات كدور في بالو بزاف ديال الأسئلة، بأنه كيفاش هاد الرافعة كتهز داك القطع ديال الحديد وكتمشي وكتحطهم في بلاصة واحدة أخرى، يعني كيسقطو من داك الرافعة. إذا في نظركم ما هو سؤال تقصي اللي غادي يجي لي مع هاد الوضعية وكذلك مع صورة الانطلاق؟ إذا سؤال ديال التقصي نكتبوه هنايا، إذا سؤال التقصي نقطتان. سؤال التقصي هو كالتالي، إذا لماذا ترفع الرافعة قطع الحديد بدون فكين؟ يعني حنا كنهضروا على مثلا السنان ديالنا، عندنا الفك السفلي وفك العلوي، بدون فكين يعني بحال شي حاجة عندها مثلا هكا داكوغ، فك علوي وفك سفلي. إذا هاد الرافعة كتهز لنا هاد القطع ديال الحديد بدون فكين، يعني عندها واحد هي بحال هكا وكتهز عن طريقها داك الحديد او لا داك الاسلاك الى غير ذلك. بالنسبه للفرضيات، فرضيات وافتراضات، اذا دائما كنقول لكم افتراضات افترضوا اي افتراض لانه فقط جواب مفترض لسؤال التقصي. اذا افترض ان الرافعه يعني تعتمد على مغناطيس كهربائي يمكن من جذب الحديد، يمكن من جذب الحديد ليتم رفعه، يعني رفع الحديد داكوغ. اها، اذا هذا ممكن نديروه كافتراض. لكي نتاكد من صحه هذه الفرضيه يجب ان ندرس الانشطه المبينه في اتحقق. انتبهوا معايا، عندي جوج ديال الانشطه في هاد اتحقق. النشاط الاول باللغه الفرنسيه والنشاط الثاني هو هذا باللغه العربيه. va commencer par la première question. je réalise le circuit électrique formé d'une pile, d'un interrupteur et d'un fil vertical en cuivre. je place à côté du fil du cuivre 4 aiguilles aimantées. c'est bien. donc شنو عندي هنايا؟ درت واحد الداره كهربائيه، سيركوي اللي هي الكتريك، فورمي دون بيل، واحد البيل اللي هو بطاريه، لانتيروبتور اللي هو واحد القاطع ديال التيار، دونك قاطع. عندنا دان فيل فيرتيكال اللي هو واحد الخيط، يعني خيوط التوصيل. جو بلاس ا كوتي دو فيل دو كويفر 4 ايغوي ايمونتي، دونك لي زيغوي ايمونتي هما هاد داكوغ، لي زيغوي ايمونتي يعني فيهم مغناطيس، صافي فيهم مغناطيس. لا بروميير كيسيون عندنا، جو فيرم لانتيروبتور، شنو غادي ندير؟ غادي نسد داك القاطع، هاد القاطع غادي نسدو. وشنو غادي نلاحظ في نظركم؟ دونك الملاحظه اللي غادي نلاحظ بانه هاد لي 4 ايغوي ايمونتي اش غادي يوقع له؟ سو ديفي، يعني غادي ينحرفوا داكوغ، دونك غادي يوقع لنا، غادي يتم احداث واحد المجال مغناطيسي صافي. دونك نديرو لي 4
les quatre aiguilles. Quatre aiguilles aimantées. Aimantées. Aimantées, j'ai le se dévie. D'accord. يعني غادي يوقع، غادي يتم هذا ديالنا، غادي يتم إحداث واحد لو شون اللي هو مانيتيك، شون مانيتيك، صافي شون مانيتيك. مزيان، جوفر لو سيركوي إلكتريك إي جوبسيرف. دابا غادي نحل الدارة الكهربائية عاوتاني، وغادي نلاحظ شنو غادي نلاحظ في نظركم. دونك هنايا بأنه هاد لي زيكوي غادي يرجعوا للحالة الطبيعية ديالهم، داكوغ، قبل ما نربطوهم، أولا قبل ما نسدو قطع التيار. سي بيان، دونك لي زيكوي، les aiguilles hein, aimantées revient à l'origine, l'asl, d'accord, revient à l'origine. D'abord, on va ندوزو النشاط رقم 2. ألف سلكا نحاسيا معزولا عدة مرات حول مسمار من الحديد المطاوع. سي بيان، اش غادي ندير؟ غادي نجيب واحد السلك من النحاس وغادي نلويه على واحد المسمار، صافي غادي نلويه مزيان على واحد المسمار. اصل احد طرفي السلك النحاسي، اذا داك السلك راه نحاسي، واحد الطرف غادي نصلو بماذا؟ غادي نصلو باحد قطبي عمود، يعني غادي نصلو بواحد القطبين ديال واحد العمود، داكوغ. ثم اقرب احد طرفي المسمار، دونك واحد ديال الطرف، طرف ديال المسمار كنقربو لهاد المشابك هنا، مشابك حديديه. داك المشابك الحديديه هما هذوك اللي كنجمعو بهم الاوراق، صافي كيكونوا على هذا الشكل هذايا، داك المشابك، داك المشابك اللي كنجمعهم بالوراق. دونك غادي يشوف واش داك المشبك غادي يطلع في داك السلك النحاسي ولا لا. دونك ما هي الملاحظه في نظركم اللي غادي توقع هنا؟ اذا الملاحظه بانه المسمار لن يجذب داك المشابك، لن يجذب المشابك، دونك لا يجذب المسمار المشابك، دونك ما كيجبدش داك المشابك لانه لم يخلق مجال مغناطيسي، ما خلقنا شي واحد المجال المغناطيسي، صافي مزيان. اصل الطرف الثاني، علاش؟ لانه هنا كان غير واحد الطرف اللي موصول بالعمود، دابا غادي نوصلوا الطرف الثاني النحاسي بالقطب الثاني للعمود، شتي دابا غيوليو مربوطين بجوج جوايه. واقرب طرف المسمار الحديدي من المشابك، دونك الطرف ديال المسمار كنقربو عاوتاني من داك المشابك وكنشوفهم واش غادي يطلعوا، واش يجذبوا ولا لا. دونك في هذه الحاله لاحظوا هنا الداره مغلقه، يعني تم جذب المشابك، دونك يجذب المسمار المشابك الحديدية لأنه تم خلق مجال مغناطيسي، إنه تم خلق مجال مغناطيسي. الان افتح الدارة الكهربائية، دابا غادي نفتح هذه الدارة الكهربائية. في هذه الحالة هذه دابا غادي نفتح الدارة الكهربائية هنا، دابا في هذه الحالة هنا عندنا دارة مغلقة، دابا غادي نحلها. اش غادي يوقع؟ شنو غادي نلاحظ؟ تنفصل داك المشابك، غتنفصل، تنفصل المشابك عن ماذا؟ عن المسمار وتسقط الى الارض. دونك غادي تنفصل على داك المسمار وغادي يطيح الأرض. مر الأس خلاص. يحدث التيار الكهربائي مجالا مغناطيسيا حول الموصل الذي يعبره. إذا داك التيار الكهربائي كيحدث لنا واحد المجال مغناطيسي فين؟ في داك الموصل الذي يعبره. هكذا يتكون المغناطيس الكهربائي من سلك موصل ملفوف حول قضيب من حديد او من الحديد المطاوع. دونك لو كورون الكتريك كريي ان شام مانيتيك اوتور دو كوندكتور دون لوكال ان سيركول. الالكترو ايمون اي كونستيتوي دان فيل كوندكتور انرولي سور اون تيج ان فير دو. سي بيان، الان اطبق. دن عندي جوج ديال الاسئله، سؤال باللغه العربيه وواحد باللغه الفرنسيه. املا الفراغ بما يناسب من الكلمات. عند مرور شي حاجه في سلك ينشا حوله شي حاجه يمكن الاستدلال عليه بانحراف شي حاجه التي توضع بالقرب من السلك. اذا عند مرور ماذا في سلك؟ عند مرور التيار الكهربائي، ملي كيمر التيار الكهربائي في سلك ينشا حوله، حول ذاك السلك شكون ينشا؟ واحد المجال مغناطيسي، مجال مغناطيسي يمكن الاستدلال عليه بانحراف، بانحراف ماذا؟ بانحراف الإبرة المغمغنطة، إبرة المغناطة التي توضع بالقرب من السلك.
أولى بانحراف مثلا داك مثلا المشابك، المشابك داكوغ، بانحراف المشابك. دابا غادي ندوزو لكاستيون دو. صلاح فيرم لو سيركوي دان إلكترو إيمو إي كونستات كو لو كلو دو فير ناتيغ با لي ترومبون. شنو قال لك هاد صلاح؟ سد داك الدارة، يعني عنده ولات عنده دارة كهربائية مغلقة، وتبينلو بأن هاد المسمار ما كيجذبش داك المشابك. غادي نعطي جوج ديال الاسباب، شنو هما؟ جو دون دو كوز بوسيبل، شنو هما الاسباب اللي خلاو داك المسمار ما يجذب ليش داك المشابك؟ السؤال الاول او لا، المشكل الاول ممكن يكون مثلا داك البطاريه فارغه، بيل اي فيد، هاد البطاريه تكون فارغه مثلا. مثلا لو كلو اللي هو المسمار ني با اونغولي، داك المسمار ماشي مدور بداك اونغولي باغ ان فيل، باغ ان فيل كونديكتور، كونديكتور. دونك هادو هما جوج ديال الاسباب اللي محتملين انهم يكونوا داكوغ، لانه في هذه الحاله هذه الدارة مغلقه، خصو داك المسمار يجذب لنا داك المشابك، مفهوم؟ اذا وهذا غادي نكون كملت الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويه مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.